الامبو ارجع كده ده كل بتاع ايه اللي هو كان عند مين هندسه عن الزيرو عشان انا كان عندي عايز احط ستيب انبوت صح كده. طيب الراجل بيقول لك البول اوف ذا انبوت فانكشن جنريت فورسد ريسبونس صحيح الكلام ده صح؟ صح اه بس تفكير بس روم كام يا روم كام روم كام تعالى ازاي دكتور متخيلين ان واحد ثالثه او ثانيه كليه بيقول لي مش عارف هو تكليف ولا هو ما خدش باله مش عارف والله اه عادي يعني يا ابو طارق الناتشرال ريسبونس كده كده لازم يحصل له ديكي تو زيرو يبقى لازم يبقى بالشكل ده وطالما يبقى بالشكل ده بص كده للسؤال وانا بديهولك بقول لك ايه فور اكزامبل لو بول عند سالب 5 لو بول عند كام يبقى الناتشرال ريسبونس بتاعه هيبقى شكله سالب 5 علشان ايه هندسه عشان يحصل له ديكي تو زيرو. طب لو قلت لك بول بس ام بول عند سالب 5 بص كده لفوق يبقى ايه واحد على اس او اتنين على خمسة او تلاتة على خمسة او خمسة على خمسة اي رقم المهم انه مش هيبقى فيه اي وسسان ما ينفعش يبقى فيه اي وسسان الفكره دي واصله اه الراجل هنا بص كده الراجل بيقول لك ايه خلي بالك كويس ان اي وسسان بتبقى بالمنظر ده صح كده حلو كده حاول بقى تفهم معايا كده احنا عمالين نقول ان البول هنا زميلك بيقول لي هو انا نفسي افهم هو البول ما يبقاش هنا ليه انت ليه ليه واخد الجنب الشمال كده هنا هيبقى بتاع كده الاس سالبه الراجل بيقول لك ايه عشان اقول ان دول الناتشرال ريسبونس هو الناتشرال ريسبونس لو قلنا ان دي سالب 5 وقلنا ان دي 5 دي تتحول لمين هندسه في التايم ريسبونس دي سالب 5 دي سالب 5 دي وما دي تتحول لمين هندسه دي اس 5 دي دي اس 5 دي لو طب تيجي كده يا هندسه واحده واحده كده دي اس سالب 5 دي تترسم ازاي كده تقول ازاي طب دي اس 5 دي بقى تترسم ازاي عشان كده ايه ده لسه قايل من شويه ان الناتشرال ريسبونس لازم يحصل له ديكي تو زيرو لازم يروح للزيرو عايز دي ولا عايز دي؟ انا عايز ايه؟ عشان تروح ديكي تو ايه؟ للزيرو انت عايز تقول لي ان انا كنت عايز دي عشان تحصل لها ديكي تو زيرو يبقى السيستم بالمنظر ده ستيبل ايه ده؟ طب ما احنا خدنا المنظر ده قبل كده وقلنا لما يبقى الحاجه عماله تزيد يبقى السيستم ده ايه؟ فاكر؟ ايوه لما ادينا مثالين عن الان ستيبل وقلنا الحاجه دي وقلنا الحاجه دي فاكرين الكلام ده؟ اه ولا نسيتوا الكلام ده؟ ايوه صح كده؟ يبقى السيستم ده ان ستيبل ولا ستيبل؟ ايه ده؟ يعني البول لما يبقى في الناحيه اليمين ان ستيبل ليه يا هندسه؟ عشان ده هيتحول على المدى النهائي اكسبوننشال بس الاكسبوننشال الاس بتاعها موجب يبقى مش هيحصل لها ديكي ده هيحصل لها انكريزنج مش هيحصل لها ديكي هيحصل لها ايه؟ اهو يا هندسه مش هيحصل لها ديكي كده ده هيحصل لها ايه؟ انكريزنج طالما الحاجه اللي بيحصل لها انكريزنج مع التايم يبقى ان ستيبل حاجه كل الزمن ما بيعدي عليها بتزيد كل الزمن ما بتعدى عليها بتزيد هتروح لفين؟ هتروح للما لا نهايه اي حاجه هتروح للما لا نهايه حاله من ان ستيبل لكن اي حاجه هتروح لقيمه ثابته
وليكن الصفر او من واحد او من اثنين يبقى انا كده رحت المكان سالب يبقى دي ايه؟ ستيبل. فهمت ليه البول في الشمال ستيبل وليه البول في اليمين ان ستيبل؟ هندسه ليه البول في الشمال ستيبل؟ عشان متقرب للزيرو. عشان بيتحول الناتشرال ريسبونس في ايوس سالب. طب ليه البول في اليمين ان ستيبل؟ عشان بيتحول بالناتشرال ريسبونس في ايوس موجه. ده داله تزايديه ده داله تناقصيه. والسيستم عشان يبقى ستيبل لازم يبقى الديكيت الناتشرال ريسبونس يروح للديكيت زيرو. وصلت؟ ليك مركز في الحاجات دي. الحاجات دي بتيجي في الامتحان تركات بس ملهاش حل. هندسه انا بقول هاو انا بقول هاو راجل بقول لك ان السيستم ده هيروح لإيه أس 5 دي وده هيروح لإيه أس 5 دي ده هيبقى ستيبل ده هيبقى انستيبل. وعرفنا ليه؟ لأن دي بيحصل لها ديكي تو زيرو وما ده بيحصل لها إيه؟ انكريزنج مع إيه؟ مع الزمن. انكريزنج مع إيه؟ مع الزمن. لا افتح افتح عنك افتح عنك انا عارف انت مش هتقول كله شايف اللي عنده؟ اسالك سؤال كده يا ابني انت بقى انت معاك موبايل اسم الاي اس سالب 5 دي والاي اس سالب 10 دي والاي اس سالب 20 دي حد كده تسيبهم لي طلع البول بتاعه هنا والبول بتاعه هنا. اعرف على كل
ساعه ما يطلع لك بول هنا وبول هنا في السيستم ده يبقى فيه اوستيليشن. لما البول يطلع في اي هندسه مش على الخط ده طلع لك كده وطلع لك كده ايه ده مش انت لسه هي من شويه ان دي الاوميجا ودي الجي ان دي سيجما ودي جي اوميجا يعني لما هو على الخط ده جي اوميجا بجد بزيد يبقى طول ما هو البول بريال احنا بنتكلم في سرعه اول البول ما يحصل له حاجه اسمها الماجنري اللي هو يطلع لفوق او ينزل لتحت على طول يجي في دماغك ان هيحصل ايه ستيشن هندسه ايه رايك ده ولا ده تمام كلمه الشمال سمي ده واحد قول هو واحد وقول ده هو اثنين ايه الفرق بين واحد واثنين أسرع من واحد بس الاثنين نفس الوسيليشن فكرة وصلت؟ هندسة ايه الفرق بين واحد واثنين وثلاثة واربعة شفت الفرق؟ مثلا تيجي كده أنا بحب أجيب الفيلم كده ها تقول ايه واحد اثنين ثلاثة اربعة تجيني كده أي نص عندها واحد وسيليشن اثنين اسرع هديك الهنج الاول بعد كده هديك المينينج بعد كده جاي لك والله ده بيعمل ده بيبقى ليه خواص وده ليه خواص ها فكره وصلت تعالى كده اهو انا اديتك مثال اول بقول لك السيستم كل ما يروح ناحيه الشمال شايفين ازاي وبكتب عليه فصل تمام كل ما يطلع لفوق او ينزل لتحت بكتب عليه اوسيليشن امتى يبقى مفيش اوسيليشن؟ عربية امتى يبقى السيستم بطيء؟ لما يكون قريب من السيستم امتى يبقى السيستم ان ستيبل؟ لما يكون يمي في الموجة امتى يبقى السيستم ستيبل؟ هو في الشمال وفي الايماجينري يبقى ستيبل ولا ان ستيبل؟ ستيبل بس في اوسيليشن في اليمين وايماجينري ان ستيبل وكله اوسيليشن في اليمين وعلى الريال ان ستيبل وعمال يزيد ليش صغير وعمال ايه ده بيعمل ايه ده بيعمل ايه طب ما ده بيعمل ايه الناس ده ستيبل وستيليشن اوكي مع الزمن يحصل له ديكاي صح وما ده يعمل ايه الناس ستيبل يعني اوسيليشن بس ستيبل ولا ستيبل طالما ستيبل يبقى لازم يقل اهو بيعمل اوسيليشن يبقى عالي خالص وبعدين عمال ايه وصلت ها انت شايف البول والزيرو جنب دول انت شفت انا ليه عم دخلت في البول والزيرو ده البول والزيرو دلوقتي بقى يعني حددوا لي او البول ازاي بقى يحدد لي السيستم بقى يحدد لي شكل الريسبونس انا هاخد الشكل ده ولا هاخد الشكل ده ولا هاخد الشكل ده ولا هاخد الشكل ده تمام ها دي معاك ولا لخبطك هجيب وتكون تمام طيب بس ما دي صح كده بص عليها كويس او بص في بص في السؤال ده لو انت مش شايف انا مش شايف اي كده ها انا رسمه دي كلها صح ولا فيها حاجه غلط بص كده على رسمه كل بول غلط اللي في الناحيه اليمين كلها اون ستيبل واللي في الناحيه الشمال ستيبل لو فيها ايماجينري بتبقى اوسيليشن لو على الريل بتبقى مفيش اوسيليشن صح
طب الرسمه اللي بعدها صح ولا غلط؟ هي هي. زميلك قال هي هي صح، هي هي والله. هي هي يبقى الرسمه تندر صح ولا غلط؟ يعني انا ممكن اجيبهم لك واغير لك في الرسمه عند كل واحده، ممكن تلاقي الثلاثه صح ما عدا واحده بس هي اللي غلط. فاهمين الفكره؟ فاهمين الفكره؟ انا بقولها. طيب حد بقى السؤال اللي بعد كده، وحد يجاوبني. راجل بيقول لك الجزء اللي على الشمال اسرع من الجزء اللي على اليمين، صح؟ يا عم عمره جاب حاجه غلط. الغلط دكتور عمره ما جاب حاجه غلط، اكيد كل الاسئله صح. بص الثاني يا دكتور بقى، الدور الثاني الراجل بيقول لك ايه؟ ها البول ان ذا ريال اكسس، البول على الريال، ما فيش بصريش. ها يمين ولا شمال؟ طالما ما قالكش يمين وشمال يبقى احنا شغالين في الشمال في الاستيبل. البول على الريال اكسس ماله بيعمل ايه؟ بيديه اكسبوننشال اي اس سالب اف دي، صح ولا غلط؟ صح صح. دليل على كده لسه رسمه هو بيعمل ايه؟ ايه الزيرو. وصلت؟ وصلت يا شباب؟ تمام. ايه؟ وهتلاقيه كاتب لك في الاخر اول انزا ليفت بول، ليفت بول اهو، عشان بس الناس تبقى واضحه الفكره. هو يمين وكل ما اروح ناحيه الشمال البول يبقى سريع ولا بطيء؟ سريع. شمال سريع ولا بطيء؟ سريع. سالب 10 ولا سالب 5؟ سالب 10. سالب 10. سالب 10. في حاجه اسمها اوبزرفر، في حاجه في الكنترول اسمها في كنترولر وفي اوبزرفر. في كنترولر وفي ايه؟ كنترولر ده اللي بيتحكم في السيستم، اوبزرفر قاعد بيبص على السيستم كده من بعيد كل شويه يديك يقول لك خلي بالك في حاجه. ده اللي انتوا بتسموه، حد فيكم بيتكلم خدمه العملاء بتاعت فودافون؟ ها؟ ما بتاخدش منهم رد نافع. اخر ما بتخلص المكالمه بتقول لهم انا عايز اكلم السوبرفايزر عندي. اهو السوبرفايزر ده هو الاوبزرفر. قاعد كده بيتفرج عليك من بره. الاوبزرفر ده يبقى اسرع من الكنترولر ولا ابطا؟ اسرع. تاني تاني. بكمان واحد اسمه كنترولر، في حاجه اسمها يعني ملاحظه صح كده؟ انا بلاحظك ينفع الاحظك وانا ابطا منك؟ بتجري ينفع انا الاحظك ورقبك وانا ابطا منك في المشي؟ اكيد اكيد. تعمل شويه سنين بالظبط. يبقى ما ينفعش الاوبزرفر يبقى ابطا من مين؟ الكنترولر. ايه ده؟ يبقى الاوبزرفر لازم البول بتاعه يبقى في الشمال اكتر ولا في اليمين؟ عن مين؟ يعني انا لو قلت لك في الامتحان وقلت لك الكنترول بتاعك عن السالب 5 تقترح الاوبزرفر يبقى عند كام؟ السالب 10 اعلى. بس هو المهم ان هو سالب 6 سالب 7 سالب 8 سالب 9. الفكره دي واصله؟ الفكره واصله؟ كام حد كام؟ الفكره هنا واصله على مين؟ على كلمه الامبليتيود. بقول لك هل الزيرو والبول هما اللي بيعملوا جنريت الامبليتيود؟ هل البول والزيرو بيأثروا على الامبليتيود بتاع الداله؟ اه ايوه. طب ازاي يا هندسه؟ ازاي؟ بص كده اختلاف البول والزيرو هو اللي بيحدد على اساس مثلا الداله في اس زائد 2 على اس في اس زائد 5 صح؟ وعملنا لها بارشل فراكشن وجبنا الاي على اس والبي على اس. هل كلمه الاي والبي معتمده على مين يا هندسه؟ لما تيجي تجيب ايه؟ هتعوض بصفر فهيتبقى لك 2 على 5، هي مين الاثنين؟ اللي هي الزيرو. طب ومين الخمسه؟ البول. لا يعني قيمه الاي جت من قيمه البول وقيمه الزيرو؟ بالظبط. لا وانت لما عوضت بالبي جبت 3 على 5، هي الثلاثه هي دي مين؟ التكمله بتاعت الزيرو لغايه ما توصل للبول، والخمسه هي البول. يعني انت عايز تقول لي ان قيمه الماجنتيود اللي طلعت لي اللي هي ال 2 على 5 وال 3 على 5 بتعتمد على قيمة الزيرو على البول. يبقى الزيرو والبول بيحدد الماجنتيود ولا ما يحددوش؟ او يحدد الامبليتيود ولا لا؟ كلمة الامبليتيود هي الماجنتيود مش كده؟ تمام. يبقى البول والزيرو بيحدد الماجنتيود او الامبليتيود ولا لا؟ حلو كده. للمرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والستة والعاشرة. على الشمال السؤال اللي قدامك ده صح ولا غلط؟
انا عدت كده النهارده يبقى 10 مرات. ايوه البول في الناحيه الشمال على الريال اكس يبقى ماتش ايه سريع وستيبل وسريع وديكيتو زيرو واكسبوننشال عشان بس لو اتلعب فيها في اي لفظ اكسبوننشال ولا لا اس سالب ولا موجب يحصل له ديكيتو زيرو ولا لا ناحيه كل ما يروح ناحيه الشمال كل ما يطلع لفوق تحت ومديك الترانسفير فانكشن ومديك الانبوت اسم واحد على اس او في الرسم لو انت شايف 0 3 0 4 8 20 80 3 80 عشان تجيب حاجه اسمها فرصه وناتشرال لازم تدخل الايموت اللي مش لازم لازم تدخل طيب وانت لما تدخل الايموت هندسه مش هتبقى هتضيف اس تحت أيوة. طب وانت لما تضيف اس تحت اول خطوه هنعملها برشر فراكشن وانا غلطان ايوه وانا غلطان هو البرشر فراكشن مش هتبقى حاجه على اس وحاجه على اس زائد 2 وحاجه على اس زائد 3 4 وحاجه على اس زائد 5 هو مين 2 ومين 4 ومين 5 قول السر خليك فاكر دي كويس عشان بعد كده عم اقول لك ان انت تعرف تجيبها من غير ما تدخل في حوارات مين 2 ومين 4 ومين 5 البولز يبقى انا ضفت واحد بص كده ضفت بول عند الزيرو اللي هو مين فورس الامبولز خليك فاكر دي اللي هو مين هو اسمه ايه فورس وضفت بول عند الاثنين وبول عند الاربعه وبول عند الخمسه اللي هم مين ناتشرال اللي هم كنت نسيت الفانكشن وانت سميتهم ناتشرال يبقى اهو يبقى دول الناتشرال ريسبونس ودول الفورس ريسبونس انا مش عايز لا كلمه الكي ولا الكي 1 ولا الكي 2 خلاص انا ليه هندسه حول لي دي كده التايم ريسبونس ها حول دي التايم ريسبونس كده هندسه طيب ريسبونس هقول لي كي 1 1 زائد الاي حد سالب 2 اي سالب 2 دي اي اس سالب ايه ده كل دول ده وده لازم يبقى دي اس سالب قلت من شويه ان الناتشرال ريسبونس لازم يحصل له ديكي وعشان يحصل له ديكي لازم الاي اس سالب الاي اس سالب يبقى كل حاجه يطلع لك فيها بند اي اس سالب ده الايه ناتشرال ريسبونس كل حاجه ما يبقاش فيها اي اس سالب دي فرصه الريسبونس عشان كده الريسبونس لما طلع من الكيز كي 1 على اس طلع بكام هنا بكي 1 مش كي 1 على اس لما عملناها كي 1 الكي واحد هو مين؟ الفورس ريسبونس هو مين؟ فورس ريسبونس الكلام ده واضح؟ هو انت ممكن يكون الانبوت حاجه مثلا في السكربيه زي الاربعه مثلا عادي يا بس زياده في الابدولز برضه عادي مثلا بس انت كده دخلت في حته ثانيه خالص مش عليك خالص يعني اللي عليك استلام الكل واحد على اس ولو متراكم عليك واحده لسه احنا بناخدك واحده واحده عشان بس كلمة اس على اس تربيع على اس خمسة والكلام زي كده انت كده هتضيف بول وهتضيف زيرو
فاهمني؟ طيب المعادله دي على نفس المول بقى بتاع الدكه تطلع كام؟ سالب واحد يوسف سالب ويوسف سالب سبعة ولا يوسف شوف زميلك بول ايه؟ انا روحت للبول انا هريح لمين؟ بول مقام يبقى في بول عن سالب واحد سالب واحد وسالب سبعة سالب سالب ثمانية وسالب ايه؟ يبقى انا معايا كي اتنين في يوسف سالب واحد كي تلاتة في يوسف سالب سبعة كي اربعة في يوسف سالب ثمانية كي مش عارف كذا في يوسف سالب عشرة احنا كده خلصنا دول مين؟ ده الناتشر دول الناتشرال ريسبونس الفرصه اللي هو واحد على زائد كي واحد الفرصه كي واحد الفرصه كي واحد اللي فرصه لان انا عندي مين واحد على اس ده كله انا بتكلم على ايه واحد على اس ده كله انا بتكلم على مين الستيب ام بتكلم على مين هندسه ستيب ام صح ولا غلط انا كده ما بقتش محتاج ادخلك في موال الدبلاش مش الدبلاش انا بديك من بره الشكل هيبقى شكله ايه يبقى مين الناتشرال ريسبونس اهو اي حاجه فيها ايه مين الفورسد ريسبونس اللي ما فيهاش ايه وصلت خلينا نبدا بقى مع بعض كده احنا كده عرفنا حاجه جنرال حاجه ايه جنرال يلا بقى ناخد الفيرست اوردر والسكند اوردر هنطبق عليهم نفس الكلام اللي احنا قلناه زيرو الزيرو لا لا انا برسم الترانسفير فانكشن انا بقول عند الانبوت ترانسفير فانكشن لو انا برسم السيستم اللي هو سي و اس هيبقى في بول هنا في بول هنا سالب اي وزيرو ده ترانسفير فانكشن ده الخلف ده مين ترانسفير فانكشن ترانسفير فانكشن ده اللي كنت بالك في الاول كده طيب يلا هندسه وانا لو قلت لك دلوقتي حاجه الخلف كل اللي هندسه سي اوف اس بيساوي ايه على اس زائد ايه هنقعد نقول هنا في مين في اس ايه ده هو ده البارشل فراكشن هتحولها لايه وحاجه زائد اس وحاجه اس زائد ايه وده كده غلطان صح هتقول لي كلمه الرقم اللي كان هنا هندسه بسرعه هيطلع هنا كام اللي هو كي واحد كي اتنين حتى كي واحد كام كده كي واحد تطلع واحد عوض عندنا في زيرو ده زيرو زيرو بقى ايه على ايه صح واحد ها حط كي اتنين شور شور سالب واحد الله
ايوه سالب واحد. ايوه هو دكتور كاتب هنا بي يا دكتور. انت كاتب بي هنا في السيستم وكاتب جنب تاني ايه؟ انت كاتب هنا في السيستم ايه؟ بي ايوه ماشي. سالب ايه؟ تمام. يبقى واحد على اس ناقص واحد على هاتين السي وفي كده هندسه شفتي جت حول كام؟ واحد واحد سالب واحد سالب اي سالب اي سالب اي المره المليون واحد ده اللي هو مين؟ فرصه مين؟ فرصه. لا حد صوتك عشان تبقى حج على نفسك. فرصه ده فرصه ام. هو يعني ايه فرصه ام؟ اللي احنا كنا سميناه ايه من شويه؟ ستيت ام او ريسبونس. ارجع كده للتوتال ريسبونس كان مكتوب لك الناتشرال ريسبونس زي فرصه. الناتشرال كنا سميناه هوموجينيس والفرصه ريسبونس كنا سميناه سيكولار. حلو كده. ده فرصه ريسبونس صح؟ وده مين؟ الناتشرال ريسبونس صح كده؟ حلو كده. خد دي كده يا جماعه على جنب هندسه. دي من ضربه بس اهو اهو دي كيل الزيرو. دي كيل الزيرو وده مين؟ واحد. الناس اطرح ده لو سمحت لما بقينا عند نفس النقطه على فكره. النقطه دي ناقص النقطه دي تبقى كام؟ زيرو. النقطه دي ناقص النقطه دي النقطه دي ناقص النقطه دي النقطه دي ناقص النقطه دي هتلاقي الكيرف ده عامل ايه؟ ايه ده الكيرف ده بتاع ايه؟ الكيرف الاحمر ده بتاع النتيجه دي ده اللي هو يعتبر سوتر. مش الكيرف اللي هو الكيرف رقم واحد ده هو اي اس سالب اي دي اه ولا كده غلط؟ تمام. طيب والرقم ده هو اللي هو واحد ده هو اللي هو البي سي السالب ده هو اللي هو ده اطرح ده اللي هو اثنين ده اثنين ناقص الكيرف هو واحد اديني الكيرف رقم كام؟ من ثلاثه ولا انا غلطان؟ النقطه مش النقطتين دول زي بعض؟ لما تيجي تطرح ده ناقص ده اديني كام؟ زيرو. زيرو اهو. اطرح ده ناقص ده قيمه صغيره، اطرح ده ناقص ده قيمه عماله تزيد ولا ما تزيدش؟ زيرو. لغايه ما توصل ان ده هيوصل لمين؟ زيرو. وده هيوصل لكام؟ واحد. في الحاله دي تبقى الكيرف الجديد واقف عند كام؟ هو مين واحد؟ فرصه. 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 خليك فاكر ايه؟ الفيرست اوردر سيستم لما يوصل لاخره يوصل عند فرصه ام. لما بيوصل للاخر يوصل عند مين؟ فرصه. يبقى السيستم اخره يوصل عند مين يا هندسه؟ فرصه. ولا انا كده غلطان؟ لا مظبوط. صح ولا انا غلطان؟ وصلت؟ اهو. يبقى السيستم ده كده رسمته ازاي؟ من الرسمه دي كده الرقم ده كام؟ واحد. هو مين يا هندسه؟ فرصه. انا كده غلطان؟ وصلت ولا عيد تاني؟ افتكروا بس ان هو دي سالب ماشي؟ دي تقريبا غلطه منها هي سالب صح؟ دي سالب بس لما تروح البيت تعال تعال عندنا عملها لك السالب عادي. واحد ناقص اي اس سالب دي وعرفنا ان ده هو الفورس ريسبونس وده اللي هو مين؟ الناتشرال ريسبونس. وعرفنا ان واحد ناقص اي اس سالب دي هتطلع كيرف ازاي؟ اهو زي ما انا رسمها كده. عرفت الكيرف ده جاي منين يا هندسه؟ ها الكيرف ده جاي منين؟ جاي من واحد ناقص الكيرف ده. يطلع لك على طول الكيرف اتقلب ولا ما اتقلبش؟ الكيرف الاحمر ده الكيرف بتاع الفينيش اوردر سيستم اللي انت بعد كده هو ده هتتعامل بيه. الكيرف ده هتنساه والكيرف ده هتنساه. فين الكيرف بتاع الفينيش اوردر سيستم؟ لان ده هو المحصل بتاع ده اللي انت بترسمه. ماشي يا شباب؟ حلو كده. فين النقطه الحساسه اللي عندك يا هندسه؟
انا اعطاك كده والله اعلم النقطه الحساسه لما دي تساوي واحد على ايه صح. طيب هو دي لما تساوي واحد على ايه حد كده يعوض ويقول لي واحد ناقص دي اس سالب ايه على ايه يعني ايه كده واحد دي اس سالب واحد دي اس سالب واحد لو حد معاه اله حاسبه هتطلع حوالي 37% او 36.8 خلينا في 37% هندسه الترم ده طلع بكام 37% او واحد ناقص الترم ده بكام واحد 37% كام يا شباب 37% رقم ده هو خطير رقم خطير عندنا في الكنترول ايه رقم كده كل ما تروحش بالي يمين يروح عند مين تروح فيه 63% 63% ده جاي من ايه جاي من هنا اسمه ايه طيب خلاص ايه ده بقى عليه مش كده تاني هندسه المره الثانيه والثالثه فيرست اوردر سيستم انا لما حولتهم حولت واحد ناقص سي اس ثالث اي دي صح كده ولا انا غلطان صح ولا انا غلطان ايه النقطة الحساسة عندي؟ ان انا اعوض عن الدي بواحد على ايه؟ الدي لما بتعوضها على واحد على ايه؟ يبقى المقدار ده هو بيروح لكام؟ يبقى واحد ناقص 37 يديني كام يا شباب؟ 37 النقطة الحساسة دي جت منين اصلا؟ النقطة الحساسة دي جت منين؟ هي عوض بأي بأي زمن؟ هتقول لي مين النقطة اللي تخليني المقدار ده أبسط حاجة؟ أو تخليني المقدار ده باليونت؟ تخليني المقدار ده بإيه؟ باليونت. إن أنت تخليني المقدار ده باليونت إن تخلي دي هي مقلوب ده. يبقى دي لما تبقى هو المقلوب ده يطلع المقدار بكام؟ ماشي. أنت كده واخد المقدار بإيه؟ باليونت. خلي بالك الكلمة دي معاك دلوقتي. أهي. المقدار طلع بكام هندسه؟ يبقى الدي اوف دي نفسها طلع بكام؟ 63 تعالى بقى هندسه كده دي الرسمه بتاعتي سي اوف دي لما نوصل عند 63% من القيمه النهائيه يبقى ديت مين؟ اليونت اليونت بتاعتنا سميناها تايم كونستانت يبقى التايم كونستانت هي اليونت بتاعتك اللي هتقيس او هتبقى انديكيشن هل السيستم ده سريع ولا السيستم ده بطيء الفكره دي واصله الفكره دي واصله يبقى ايه هو التايم كونستانت هو الزمن لازم علشان الخلف يوصل ل 63% من القيمه النهائيه ايه هو طيب يكون طيب ولا مش طيب يبقى هو الطيب اللازم علشان الخارج يبقى كام في الميه من القيمه النهائيه الراجل ده انا عارف الكلام بتاعي مش عارف قول لي انا ممكن اجيبها لك عكس هاتها لي هندسه عكس مش انت لسه قايل من شويه القيمه دي كام هي القيمه دي مش هي القيمه بتاعت دي طب والرسمه بتاعت دي مش انت كنت لسه راسمها من شويه اللي هي قد ايه يبقى لما الديكي يوصل لكام؟ 37% على فكره اول ما يوصل 37% لازم يبقى النقطتين دول بتتقطع يبقى ده مين؟ الطايم كونست هو الزمن النازل عشان الخد يوصل 63% منين؟ من القيمه النهائيه او هو الزمن اللازم عشان يحصل ديكي الناتشرال فريكوانسي لغايه ما يوصل كام؟ 37% ايه ده؟ ايه ده؟ هو انت كنت معوض على الدي كام يا هندسه؟ يعني انت كنت معوض على الدي بواحد على ايه؟ مش انت بتقول ان ده الزمن؟ يبقى الزمن ده بيساوي كام؟ يعني ايه؟ يبقى هو مين هو مين التايم ريسبونس؟ مقلوب الرقم ده مقلوب الرقم ده يبقى التايم ريسبونس هو واحد على ايه؟ او الزمن لازم عشان الخد يوصل لكام؟ 63% من قيمه الدخل بتاعي
او هو سبع الزمن اللازم عشان الديكاي بتاعك يوصل لكام؟ يبقى الزمن يسوي واحد عليه ولا مش واحد عليه؟ هو الزمن مقلوبه ايه؟ يبقى ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ يبقى ايه ده؟ الوانس. شفت قلت ان واحد على ايه زمن؟ يعني انا لما اقول واحد على ايه اكتب ايه جنبه؟ صحيح. يبقى لما اقول لك ايه اكتب ايه جنبه؟ هبتس. وصلت؟ وصلت؟ يبقى ايه هو طيب بالظبط؟ هو الزمن اللازم يوصل من قيمه الدخل او من قيمه الخارج النهائي او هو لازم عشان الديكي يوصل ل 37% او هو معلوم واحد عليه او هو واحد عليه ايه دي وصلت ده 37 و 63 وقلنا ان احنا هنا عملنا ثلاث حاجات اول حاجه طيب نص بعد كده طيب طيب بعد كده طيب ريسبونس طيب ريسبونس اهو ايه هو طيب ريسبونس هو الزمن اللي لازم عشان الخارج يوصل 63% من وعرفناه ازاي اهو عن 63% نزلت ايه هو الزمن ده هو الزمن ده هو كام اساسا يا هندسه هو هو المناظر ان الديكي يوصل لكام اهو التعريف الثاني ان الديكي بتاعي يوصل لغايه كام؟ طب هو هو مش انت جبت 37 من 63 لما عوضت عن دي كام؟ واحد على ايه؟ يبقى الدي بتساوي واحد على ايه؟ يبقى الواحد على ايه ده اللي هو مين؟ طيب كونس او اللي هو الزمن. طيب ايه؟ يبقى التعريف الثالث بتاعي هو ان الواحد على ايه هو طيب ايه؟ كونس. خلي بالك لازم تبقى انت فاهم اهو ان سواء رسمت المعادله بتاعت الريسبونس او المعادله بتاعت الديكي خدت هنا عند 37 وخدت هنا عند 63 لازم تبقى فاهم ان الاثنين تحت بعض بالظبط ولا لا؟ الاثنين عند نفس الزمن، الزمن ده كام يا هندسه؟ واحد على ايه؟ الزمن ده كام يا هندسه؟ واحد على ايه؟ ايه ده؟ يبقى فريكونس. ايه ده اللي هو؟ فريكونس. عشان واحد على الفريكونس اديني طيب. طيب. احنا خدنا حاجه في الدين الحاجات ديت وانت مش خدت الار سي سيركت خدت كهربيه يا هندسه مش كهربيه خدت كهربيه صح وانت لما يبقى معاك يا هندسه كده ثلاث درجات كهربيه زي دي كده ارسمي لي الكوه بتاع بس زميلك بيقول اهو والله اهو 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 اهو
ويبقى القيمه الهي كام يا هندسه؟ 37. طبعا ايه؟ ايه ده لسه بتقول شويه ان التايم كونستنت هو الزمن اللازم عشان المكثف يشحن بجنب او هو الزمن اللازم عشان التيار يقل 37% من القيمه بتاعته. وانت ما خدتش ان ار ال هي عكس الار سي؟ يعني انا لو جيت لك في الامتحان لما اعمل لك ار سي ورحت عامل لك هنا ار ال اقول لك يلا اشتغل يا هندسه، هتقول لي هي على فكره نفس الكلام اهو، يعني طالما ار و ال يبقى فيرست اوردر. تمام، فيرست اوردر انت عارفه ومتاكده ان النتروس بتاعك يطلع بالشكل ده صح؟ يبقى في واحد هيطلع كده وفي واحد عكس هيطلع كده. ايه ده؟ طب انا عارف هنا ان المكثف هو اللي بيطلع كده، يبقى ده مين؟ التيار. والدنيا هنا بالعكس، يبقى الهوت مين يا شباب؟ التيار. ويبقى الهوت مين يا شباب؟ ايه ده؟ يعني المكثف الملف اصلا لو قلت لك عرفت التايم كونستنت بتاع هتقول لي هو الزمن لازم علشان التيار يوصل 63% او هو الزمن اللازم عشان الجهد يقل لغايه 37. او ار ال سي ار ال سي تبقى سكند اوردر بقى، لا ار ال سي سكند اوردر. نرجع نقولها بالمعنى الاصح، عدد الاستورج اليمنت هو اللي بيحدد الاوردر بتاع السيستم. عدد الاستورج اليمنت، مين الاستورج اليمنت اللي هنا؟ الار ال، يبقى كده معانا فيرست اوردر. مين الاستورج اليمنت اللي هنا؟ المكس، يبقى معانا سيستم واحد. ار ال سي اثنين، يبقى سكند اوردر. فهمنا الموضوع؟ ها؟ فهمنا يعني ايه ار ويعني ايه سي ويعني ايه المكثف؟ فيرست اوردر بتاع الريسبونس بتاعه ويعني ايه تايم ريسبونس؟ يعني ايه تايم ريسبونس؟ زمان لازم عشان يوصل من الفاينل اليمنت. يعني ايه برضه؟ لو احنا خدنا على ار سي يبقى الزمن لازم عشان جهد المكثف يشحن 63% من قيمة الدخل 63% من القيمة. طب لو خدناها على الملف التيار يشحن 63% في الملف. طب ما تحكيش لي الكلام، التيار في الملف يبقى في المكثف يبقى ايه؟ ينزل 37% يقل 37% من القيمه بتاعته. طب الجهد في الملف يقل 37% من القيمه. الفكره دي بقت واصله عندك؟ فهمت يعني ايه طيب كونستنت ولا لسه؟ ريست بقى عشر الاربع. طيب انا خلص التايم كونس، هو خلاص انا خلصت شهر فاضل المثال دي. هي دايما بتجي لك كده، هي دايما بتجي لك كده. مش انت لسه قايل من شويه ان الفيرست اوردر هيتحسب كده؟ اهو يا بس انا بقى كيف رسم كرفان اهو، هي الدنيا عندي كيف رسم. معلش هندسه طيب كل سنت هنا فين؟ هتيجي تقول لي بص كده ده وصل لجد ده 37% 63% يبقى لغد هنا. ماشي تمام كده غلطان؟ تمام. طيب انا بقول لك الوصول ده، طب وده هنوصل لغد هنا ونجيب 36% يبقى لغد هنا. طب وده هنجيب لغد هنا ونجيب 36% يبقى لغد هنا. ايه ده؟ شايف ده؟ اشتري كل سنت بتاعه هنا؟ طب وده هنا؟ طب وده هنا؟ هو مبدئيا بس يا هندسه ده ولا ده ولا ده؟ مين الاسرع؟ ده الاسرع؟ اه. ده التايم كونستنت بتاعه اكبر ولا اصغر؟ يعني كل ما يقل التايم كونستنت اسرع. طب خلينا نفهمها كده، مش احنا قلنا ان الزمن ده عشان يشحن 63%؟ طب انا وصلت اشحن 63% في زمن صغير يبقى انا سريع ولا بطيء؟ سريع. يبقى كل ما يقل التايم كونستنت انديكيشن للسرعه، لا مش انديكيشن للسرعه، يبقى التايم كونستنت انديكيشن للسرعه. خلي بالك السرعه دي فريكوانسي، عشان لو قلت لك هي انديكيشن للفريكوانسي اه السرعه هي مين؟ فريكوانسي اهو. يبقى انا لو سالتك
تايم كونستنت هنا فين هندسه هقول اهو 63% من هنا تايم كونستنت هنا فين 63% تايم كونستنت هنا فين 63% على اعتبار ان كلهم هيوصلوا لغايه فين نفس الوقت وصلت ولازم تبقى فاهم كل قيمه بتاعت التايم كونستنت اقل كل نظام كان ايه معناها ان انت هتعرف تشحن 63% في زمن اقل ولا انا كده غلطان يعني انا لو قلت لك السؤال ده كده صح ولا غلط طيب كونستنت از ريليتد تو سبيد اوف ويتش از سيستم ريسبونس انت قلت زي ما هو التايم ريسبونس ريليتد تو سبيد تاكدين كل ما زاد التايم ريسبونس كل ما قلت السرعه السرعه السيستم بطيء السؤال يجي ازاي مش موجود في المحاضره مش موجود في المحاضره اتردد لا السؤال يجي لك عندنا تو سيستمز سيستم هنا وروح تحدد لك جواه التمبريتشر كنترول وسيستم هنا تحدد لك جواه سبيد كنترول مين السيستم اللي التايم ريسبونس بتاعه كبير بريدج فين هندسه جو حر جو حر انت هتقول لي لا ايه جو حر خالص اهو شغل تكييف ماشي كده شغل التكييف هندسه قدامك قد ايه المدرج ده لو ساعة في حوالي ساعه يبقى زي الفل انا قعدت قد ايه عشان نوصل للفاينل ساعه يبقى التايم ريسبونس بتاعك كام 63% من الساعه يبقى انا قعدت قد ايه عشان نوصل للفاينل بتاعي 63% من انت فاهمين الفكره دي يبقى اي حاجه فيها حراره هتلاقيها تاخد وقت وبالتالي التايم كونستنت بتاعك كبير كبير السرعه عندك مروحه في البيت اول ما تحط الفيشه استنى قد ايه قبل المروحه ما توصل للفاينل بتاعك ثواني كام يعني 3 ثواني ثانيه ثانيتين 3 ثواني 3 ثواني يبقى التايم كونستنت بتاعك كام 3 ثواني في 63% يعني كام بالتقريب حوالي ثانيتين يعني التايم كونستنت بتاع المروحه كام يا فندم ووصلت ل 63% ولا ما وصلتش يبقى مين السيستم السريع السبيد ولا التمبريتشر السبيد اي حاجه فيها تمبريتشر فهو بطيء عارفه في الشتاء لما تدخل البيت شغال الدخان تتم ساعه ساعه يا رب يا فين مالها الثلاجه دي كده شغال الدخان او انت دخلت تحت البطانيه او تحت اي ما فيش التايم ريسبونس بتاعك كبير فالجسم عايز وقت عبال ما يبدا يستجيب عندك فكره دي وصلت طب لو جبنا بريه يا دكتور مكان التمبريتشر لو جاب الضغط مكان الحراره ايه لو جبنا مكان التمبريتشر جبنا بريشر مثلا جبنا بريشر عادي خالص انا بريشر كده عنده خلفين؟ حد بروش قدام البيت؟ اه ايوه كل يوم ده والله لما تقول لك عندنا مشكله في الميه هندسه الميه داخله لك جايه لك من الحنفيه صح كده؟ تفتح الحنفيه كده يا هندسه الميه دي على ما توصل من الحنفيه وانت تبدا ترش خدت زمنك على حسب طوله على حسب طوله الخرطوم على حسب طوله الخرطوم على حسب الخرطوم ايه رايك لو انا رحت جبت خرطوم تخين قد كده ضغط الميه على الاقل ياخد لي 10 دقائق عبين الميه ما تملى الخرطوم كلها ويبدا يعمل ضغط طب لو خدت خرطوم ضيق ثواني يبقى انت يا هندسه على حسب حجم الخرطوم هيطلع لك الضغط وعلى حسب الضغط اللي طلع لك هيبقى الزمن هو حقق الضغط ده بعد زمن قد ايه؟ نيجي نقول البريشر مع هاي اريا طيب الكونستنت بتاعه كبير لان هيغيب عامل ما يملى الميه دي طب البريشر مع اللو اريا قليل نيجي كام يسالني بقى؟ فاهم الفكره؟ فاهم الفكره؟ تقريبا يعني انا كده خلصت التايم كونستنت يا شباب انا كده واقف على الرايزنج تايم وعلى ايه؟ وعلى السيتنج تايم وحضرتك بريك 10 دقايق كده ساعه بس ساعه هنروح هناك ولا